السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل حل الأكتيفيتي بوك أو كتاب التدريبات الخاص بمنهج KG2 كونكت بلس الترم التاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوصل لبيج 10 أو صفحة 10 وعنوانها Language Use. Language Use يعني استخدامات اللغة الخاصة بيونت 5. Look, انظر، Read اقرأ، and Match ووصل. فإحنا هنعمل Look، هنشوف الأدوات الموجودة أو التولز اللي موجودة، وهن read كمان الكلمات المكتوبة، وبعدين هنعمل matching بين الكلمة والتول والصورة الخاصة بيهم. فعندنا هنا أول كلمة هو حللها لنا وهي stethoscope. stethoscope زي ما احنا عرفنا هي سماعة الطبيب stethoscope، فهو عمل لنا match بين الكلمة وبين سماعة الطبيب، وظيفة اللي هي بتقوم بيها اللي هي بيسمع بيها الطبيب نبضات قلب المرضى. فهنا جايب لك صورة قلبه عليه دقات القلب بتاعته. فهنا هو عامل ماتشنج بين كلمة ستيثوسكوب والصورة بتاعت الستيثوسكوب والصورة بتاعت الهارت أو القلب اللي بتعبر عن الوظيفة اللي بتقوم بيها التول دي أو الأداة دي. طب هنا كلمة تانية باندج. باندج أو الضمادات، احنا عارفين الباندج او الضمادات اللي احنا بنستخدمها في ان احنا نغطي بيها الجروح علشان ما تتلوث. فين هنا الباندج يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي الباندج. فهنوصل بين الكلمة دي والصورة دي ونشوف فين صورة الجروح اللي ممكن نستخدم الباندج دي علشان نعمل عليه كوفرنج او نغطيه. شاطرين، ادي ايد حد متعورة، فهنوصل بينها وبين الصورة دي برضو. يبقى هنوصل باندج بالصورة بتاعت الباندج او الضمادات بالصورة بتاعت الهاند المتعورة دي، وبكده احنا عملنا ماتشنج. طب تالت صورة disposable gloves. disposable gloves احنا عرفنا ان هي معناها القفازات القابلة للتغيير اللي هي بتاعت الدكتورز، طبعا الجوانتي اللي بيقلعه الدكتور وبيغيره كل شوية مع كل مريض، فدي اسمها disposable gloves او القفازات القابلة للتغيير. فطبعا هي دي ال disposable gloves او القفازات القابلة للتغيير، وطبعا هي خاصة بالهاندز. فنوصل number 3 بالصورة بتاعت الجلوفز دي او الديسبوسبل جلوفز دي، وهنوصل الصورة بتاعت الجلوفز بالصورة بتاعت الهاندز دي لان التلاتة متعلقين ببعض. ونوصل لنمبر 4 او الاختيار الرابع ثيرموميتر. ثيرموميتر او الترمومتر، وطبعا احنا عارفين ايه هو الترمومتر، فهنوصل كلمة ثيرموميتر او الترمومتر بالصورة الأولانية الخاصة بالترمومتر، وبعدين هنوصلها بصورة المريض أو اللي نايم في السرير ده وشكله عيان وسخن. فهنوصل number 4 أو thermometer بالصورة الأولانية بتاعت الترمومتر بالصورة الأخيرة بتاعت المريض اللي نايم في السرير وشكله سخن وعيان. وبكده نكون أنهينا حل البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 11 او صفحة 11 وعنوانها left and right. left يعني يسار، and right ويمين. left and right يسار ويمين. وبيزي بي بتقول لنا هنا look and trace. look يعني انظر، and trace وتتبع بقلمك الرصاص. فهو هنا كتب لنا left يسار، left طبعا بالدوتس، فنعمل عليها trace بالقلم الرصاص بتاعنا علشان نتعلم نكتب كلمة left او يعني يسار. وهنا كاتب right او يمين، فنعمل عليها trace برضو بالقلم الرصاص بتاعنا علشان نعرف نكتب right. طب في السؤال التاني بيقول لنا look انظر and write واكتب left or right. left or right يعني يسار او يمين.
وفي أول صورة هو كاتب تحت منها left لأن هي موجودة في الجانب اليسار من الصفحة أو من البيج. طب والصورة اللي جنبيها برضو هنكتب تحت منها left لأنها في الجزء اليسار أو الجزء left اللي موجود في البيج. طب والصورتين التانيين هنا الصورة دي اللي هي بتاعت السكول هنكتب تحت منها right أو يمين. والصورة الأخيرة بتاعت البوليس ستيشن دي هنكتب برضو تحت منها right لأن هي موجودة في الجزء اليمين الخاص بالصفحة. وفي الجزء الثالث أو السؤال الثالث في البيج دي بيزبي بتقول لنا write your answer يعني اكتب write your answers يعني إجاباتك answers يعني إجابات. وهنا بيقول لك who is sitting on your left who is sitting مين اللي قاعد sitting يجلس on your left على يسارك. فأنت طبعا هتكتب هنا اسم صديقك أو صديقتك اللي في الكلاس روم أو في حجرة الفصل اللي قاعد على الجنب اليسار بتاعك. شوف هو اسمه ايه واكتب اسمه. طب who is sitting on your right مين اللي قاعد على يمينك مين اللي قاعد على يمينك. فهتكتب برضو اسم زميلك أو زميلتك اللي في الكلاس روم اللي قاعد على جنبك اليمين اللي قاعد في الناحية اليمين منك. وبكده نكون أنهينا حل البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 12 أو صفحة 12. وهنا البيج دي بتتكلم عن الفونكس أو نطق الحروف. وإحنا هنا بنتكلم عن نطق الحرف الاس تي اس تي اس تي زي كلمة stop يعني توقف. وهو كتب لنا stop وهنا بيقول لنا learn تعلم to blend يعني يخلط. احنا بنتعلم ان احنا نخلط with busy bee مع النحلة busy bee. فهنا هو مدينا كلمة stop في الصورة ومدينا الحروف بتاعتها مخلوطة او متلخبطة وحللها لنا وكتب لنا هنا stop علشان نعمل عليها trace بالpencil بتاعنا. وstop يعني توقف. طب تاني صورة فيها صورة العش بتاعت الطيور ده واحنا عارفين عش الطائر او العش بمعنى كلمة nest يعني عش nest. ولو تاخدوا بالكم الاس تي منطوقة ازاي في nest هنا stop في اول الكلمة هنا nest الاس تي في اخر الكلمة. فالnest الحروف بتاعتها N-E-S-T فهنكتب هنا كلمة nest. طب الصورة الثالثة موجود فيها قائمة مكتوبة فالقائمة المكتوبة معناها list يعني قائمة. فطبعا هنرتب الحروف دي بشكل سليم وهنكتب هنا list L-I-S-T وهنكتب هنا list مرة تانية وهنقول list يعني قائمة. واخر صورة موجود فيها واحد بيطلع درجة من درجات السلم والدرجة او السلمة معناها step يعني خطوة يعني درجة. فهنكتب هنا step يعني خطوة يعني درجة من درجات السلم اسمها step يعني خطوة. وبكده احنا رجعنا على نطق الاس تي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 13 او صفحة 13. وطبعا الاكتيفيتي بوك او كتاب التدريبات في تدريبات لحد صفحة 17 او 17 كلها خاصة بيونت 5. وقبل ما اشرح الجزء ده احب اشكر اصدقائي اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين ومتابعين معانا الشرح اول باول. واول صديق ليا هي هالة شرقاوي شاطره يا هالة خليكي شاطره دايما انت متابعه معايا من الاول. وعبد الله وعبد الرحمن رودينا محمود عبد الملك واحمد اخوه معاذ سعيد ايتن علي جنى وياسين محمد العشماوي مهاب يوسف جمال
كلكوا شاطرين وكلكوا حلوين وكلكوا اصحابي، ربنا يحفظكوا ويحميكوا دايما. انا دايما مستني التعليقات بتاعتكوا، اكتبوا لي اسماءكوا هقولها كل مره في الشرح ان شاء الله. خليكم متابعين معايا علشان ان شاء الله كل يوم يبقى احسن من اليوم اللي قبل منه، ونبقى اشطر دايما مع بعض ان شاء الله. ونوصل لبيج 13 وعنوانها learn to write with busy bee. learn to write يعني تعلم ان تكتب with busy bee، مع نحله busy bee. هنا طبعا مدينا تيبل او جدول في حروف كتير، المفروض ان في كلمات مكتوبه فوق التيبل دي: dentist، stop، list، stamp، nest، step. وهنا busy bee بتقول لنا find and circle، اوجد الكلمات دي واعمل حواليها circle. وهنا هو حلل لنا اول كلمه اللي هي star، s t a r، او star يعني نجمه، وعمل لنا حواليها circle. احنا المفروض نوجد الكلمات التانيه ونعمل حواليها circle، فعلشان نحل البيج دي خليكم معايا. واول كلمه مكتوب بعد كلمه star، اول كلمه dentist يعني طبيب اسنان، فاحنا عايزين نكون الحروف الخاصه بكلمه dentist او طبيب الاسنان. فهنعمل ايه يا اصحابي؟ هنا ندور على كلمة dentist او حروف كلمة dentist، لقيناها dentist، dentist. فهنعمل حواليها circle علشان نعلم كلمة dentist، وعملنا حواليها circle كمان. فبكده احنا طلعنا الحروف الخاصة بكلمة dentist، ونعمل عليها علامة علشان خاطر احنا كده عملناها. طب الكلمة اللي بعد كده ايه يا اصحابي؟ stop. stop يعني توقف، stop يعني توقف. تعالوا ندور على حروف كلمة stop. اول حروف هي s t o p، stop يعني توقف. نعمل عليها circle علشان خاطر هي دي حروف كلمة stop يعني توقف، واحنا كده عملنا كلمة stop. وبعد كده نعمل عليها شرطة علشان احنا كده حليناها. طب تالت كلمة موجود ايه يا اصحابي؟ list. list يعني قائمة، زي ما احنا عرفنا من شوية list يعني قائمة. تعالوا نشوف حروف كلمة list مع بعض. l i s t list قائمة، فنعمل حواليها circle زي ما احنا شايفين، وهنعمل شرطة على كلمة list عشان احنا كده حليناها. طب بعد كده في كلمة stamp. stamp اللي هو طابع البريد، stamp اللي هو طابع البريد. تعالوا ندور كده على حروف كلمة stamp، اهي s t a m p stamp طابع البريد. فنعمل حواليها circle كده علشان خاطر نبقى علمناها بشكل سليم، ونطلع نشرب على كلمة stamp زي ما احنا شايفين، ولأننا احنا حليناها. طب الكلمة اللي بعد كده هي كلمة nest. nest يعني عش، زي ما احنا عرفنا من شوية n e s t. تعالوا نشوف كلمة nest، اهي n e s t nest. نعمل عليها circle كده جميلة، وبكده احنا عملنا كلمة nest، ونعمل عليها علامة علشان احنا حليناها ما نتلخبطش، نحلها تاني. ونشوف اخر كلمة، هي كلمة step. step يعني خطوة، step يعني خطوة. فتعالوا ندور مع بعض على s t e p step يعني خطوة، وهي اخر مجموعة حروف التيبل ده s t e p step يعني خطوة او سلمة. فنعمل حواليها circle زي ما احنا شايفين، وبكده احنا حليناها، ونعمل عليها شرطة كمان علشان احنا حليناها. وبكده نكون حلينا السؤال الاول في البيج دي، ونتنال السؤال التاني خليكم معايا. ونوصل للسؤال التاني في البيج دي، وهو حللنا اول صورة زي ما احنا شايفين. هو بيقول لنا هنا now write، الان اكتب. now يعني الان، write اكتب. وهنا مدينا صورة star وكاتب جنبها star اللي هي نجمة. طب الصورة التانية موجود فيها كلمة stop يعني توقف، فهنكتب هنا كلمة stop. stop يعني توقف. الصورة التالتة مدينا صورة لقائمة،
وقائمة يعني list زي ما احنا عرفنا. فهنكتب هنا كلمة list list list. شاطرين. الصورة الرابعة مدينا صورة عش أو عش طائر، فعش يعني nest، فهنكتب هنا nest NEST nest. شاطرين. الصورة الخامسة مدينا صورة واحد بيطلع سلمة، واحنا قلنا سلمة يعني step، step يعني سلمة أو خطوة STEP، فهنكتب هنا step. شاطرين. ستة مدينا فيها صورة طابع بريد، وطابع بريد يعني stamp، stamp يعني طابع بريد اللي احنا بنلزقه على الجوابات بتاعة البوستة علشان سعي البريد يوصلها للعناوين المختلفة. فالطابع بتاع البريد ده اسمه stamp، stamp يعني طابع بريد، فنكتب هنا stamp S-T-A-M-P S-T-A-M-P يعني stamp يعني طابع بريد. واخر صورة مدينا فيها صورة طبيب اسنان وعنده مريض نايم قدامه وهو بيعالج اسنانه، فهنكتب هنا dentist، dentist يعني طبيب اسنان D-E-N-T-I-S-T dentist يعني طبيب اسنان. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.